السلام عليكم اصدقائي وشباب، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ معاكم محمد المقطع دي. طبعا هالمقطع نستكشف ياكم عن السيزن الثامن الجديد. طبعا بس بيكون اني اشوف الباتل باس واشتري الباتل باس قدامكم، بس ما بشتري كامل يا شباب. طبعا تحدي الاوفر تايم تشالنج اتوقع لتسوي 13 تشالنج وسمونها، وعقب يعطونك باتل باس فري. هذا ما سويته، يعني ما قدرت اسويه، او يعني قلت عندي 3000 في باكس، ما ادري شو كان، يعني قلت اوكي يمكن على عاد سكنات، بس شفت سكنات قلت ما في سكنات، قلت خل اوه هم يقولون لنا قراصنه. سمعني سكن موز، وهذا يقولون انه بيكون سيزن في مكان رهيب، يقولون صراحة. يعني انا بيني وبينكم، يعني اني كنت شفت شوي بثوث يعني، بس ما شفت التريال، ما شفت هذي. اوكي انا مخليني بدون صوت يعني. المهم علينا، فقلت 3000 في بوكس بصرفه على هذا. بس صراحة انا احس هالسيزن بيكون سيزن خرافي، بس الايام احس بتقل، ما ادري انتم ما تحسون ان الايام تروح بسرعة؟ اوكي ده التريلر الحين ولا شو؟ اوكي يا سيدي اوكي انا اسمع. اوه هذه مدينة، يقولون انه اختلطت بين اربع مدن، مدينة الصحراء والثلج وهذه والمدينة الخضراء العادية. يعني شفت الماء اوكي هذا الثلج، شو بيستوي الحين؟ بس يدورون على الكنز يعني. اوكي يقول اه هالبركان اللي يتكلمون عنه. اوكي هذا اللي تاخذه من الويك تشالنجز في الويك، يعني لازم تاخذه. اوكي القراصنة يا السلام، الكوفيفات يعني. اوه يلا بدو يلا. اوكي والله تريلر وايد حماسي. اوكي خلنا نبدا. اوه اوكي هذا سبيشال. اوكي نفس كل سيزن يعطونه. اوكي اوه حلو، بعد في شيء؟ اوكي يا حبيبي انزل خلنا نشوف. اوكي هذا صوره رسمه صوره. اوكي جلايدر خرافي يا شباب. الحين يا شباب نشتري. اوه هذا هو زين، وانا احب شيء اسمه ذهب. اوكي خلنا نسوي باك زين. هذا هو يسمونه اول شيء، هذا ليه يا ابو هذا. اوكي هلا طلعوا الجنجات، يعطونك بعد 30 اكس بي. لحظة زين حلو، انا بسحب عليهم. اوكي اسكن لحظة لف. واو والله اسكن حلو زين. ليه ان شاء الله رقصة، هلا والله بالرقصة. اوكي هذه صورة في بوكس زين. اوكي يعني هذيل مو مهمين. اوه هذا جلايدر حلو بس مو بوايد زين. سامحوني شوي بجد الجودة مو بواضحة. اوكي الايام 69 يوم. اوكي زين هذا. اوه هذا خشبي نفس اللي يسمونه في يعني سيزن لطاف الكلب. اوكي هذه من منزله حلو، صورة حلوة زين. اوكي حلو يعني بس مو اوكي. هذا ما شفته. اوه هذا حلو زين، وين الرقصات؟ ابغى اشوف الرقصات.
اوكي هذا لازم كل سيزن. اوكي اوكي هذا وايد خرافي شكله الصورة بعد زينة. الا 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 بالرقصة التانيزية المادري. اوكي اوكي خل نشوفك اكس. واو والله حلو زين. اوكي هذا الكلب بعد زين. اوه هاي شكلها خرافية زين. ما في سكن يا اخي ولا قله سكن. اوه هاي السكن قديم على هذا تقول مال الفراعنة هذه ولا الايام سيزون 2 سيزون 3 تعرفون هذا السكن. اوف هاي اللي يقول اظن انه يعني قوي. اوه سكن موزة يا حبيبي. يقولون ان السكن تقدر تكشره يعني قد ايدي ما قلت الا هذه ركيب روبن تشينج كولر. اوكي يتغير اللون حسب حسب الوقت على المكتوب. اوكي هذا اوكي خلفيه زينه بخرافيه بس اوكي زين حلو. اوكي 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 الو هاي رقصة حلوة هاي رقصة حلوة يعني ما يعم. اوه هذي حلوة عشان ليفل الفولكينو. اوكي خل نشوف اوه هذي اوكي يعني تحس تقول قراصنة بس انا احس هذي من اللعب. اوكي هذا كان قبل موجود او يعني اوكي ما تايجر حلو اوكي زين يعني اتوقع كلها جلايدر وشي ورقصات يعني اوكي يعني كلهم. اوه هاي مال فلوس يعني اظن سكنات. اوه هذا سكن ما ادري ليش احس السكنات غير جدي. رقصة اوف 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 مال مال هوب يا سلام حلوة حلوة لك رقصة هكا. الخلفية عجبتني هذا تقول جندي الكلب الجندي هو كلب صح. اوكي هذا راب او شيء راب. اوكي واو خل نشوف اتطور بعد بال اوتلاست اوبينيونت. واو والله الرابع خرافي. اوكي يا تشالنجات خل نشوف الايتم شوب زين. اوكي بسم الله يلا. مبروك زين تعالوا كل رواتكم يا شفنا كل شيء. اوكي حلو اي تير وصلت واحد فيه الا بالرجزة. اوكي الا زين زين ديري خلنا نحط خلنا نحط زين. هذه البنت الولد هذا اوكي بنحط الحين بنحط الولد يا اخي بس حق الحين يعني عشان ما حد يقول زين نحطه يا اخي صعد زين بالسلكشن هذا بعد زين زين. اوكي ما شفت يعني بكوكس اتوقع بحطيها. لا لا الكلب ما احب احط الكلب هاي عادية قلت هذي يمكن انا احطها هذي الحين احط كل شيء ما سيزون 8 يعني. اوكي اكل من القراصنة تعبر اكثر الرقصات الله الله عادي هذي العادي. اوكي هذي حلوة بس دقيقة شو اسوي. اوكي هذي مايك دروب خلاص لا لا مو هذي اوكي
هذا كلهم اوكي اوكي خلينا نشوف الاشياء تروفت. ها كان نفس الشيء لاني اتخيل. اوكي 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 لحظه لحظه اوه زي ده هذا خلينا نحط الذهبي والله حس خرافي. هذا خلينا نحط مال ها مال المومياء ما ادري اسمه البومب. اوه والله تقول بومب يعني اوكي ماشين. هذا يناسب عليه سنايبر خله بستل خله ولا اقول له خيره خله هذا خله زين. هذا مو مهم حط خله يطلي مو ما تفادي. اوكي زين شو قاعد فيه حلو اخر واحد شو اوكي هذه بحطيه اوكي خلينا نشوف نفس الشيء. اوكي والله الخلفيه جدا خرافيه يا شباب. اوه شوف 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 كيف يراويك التاير والليفل والهذا الجنجات شيء خرافي والله. اوكي يا شباب اتمنى عجبكم المقطع لايك سبسكرايب شير وكومنت. نشوفكم على خير مقاطع اخرى ومع السلامه.